نتكلم على متحف البريد، بس قبل ما ندخل في الفترة الحالية هندي موجة صغيرة عن الفترة اللي هي الخديوي إسماعيل، أو السبب في وجود حاجة اسمها بريد أساساً، بريد مصري. هنقول إن الخديوي إسماعيل أدرك أهمية البوسطة المصرية والتاريخ المصري، إن لازم يكون في بوسطة مصرية خاصة بيه. فكان في الفترة اللي هي متواجد الخديوي إسماعيل كان متواجد فيها أو كان بيحكم فيها أدرك أهميتها، فكان في الفترة دي أكتر من بوسطة، كان في بوسطة أوروبية، في بوسطة تركية، في بوسطة فرنسية، فكانت أقواها البوسطة الأوروبية. فكان صاحب البوسطة الأوروبية دي أو المؤسس بتاعها واحد اسمه كارلو موراتي. كارلو موراتي ده هو أول من أسس البوسطة الأوروبية، وكان ليها صيت جامد قوي، وخد حق امتياز ان هو كان بيوصل البوسطه دي من القاهره لاسكندريه. بعد كده جاي قال له مراتي توفى، فمسك ابن اخوه اللي هو تيتو كيني ده استعان بصديق ليه اسمه جياكو موتسيبيك عشان يقدر يدير البوسطه الاوروبيه. فبعد كده راح توفاه الله تيتو، ف جياكو موتسيبيك فحب ان هو يبيع رخصة البوسطة الأوروبية عشان كان حابب يسيب مصر ويطلع على إيطاليا. لكن الخديوي إسماعيل أدرك أهمية البوسطة الأوروبية وإزاي يقدر يحولها لبوسطة مصرية، وإزاي يقدر ان هو يخلي كل الامتيازات دي تابعة للبوسطة المصرية. فقدر ان هو يشتري البوسطة الأوروبية ويحولها لبوسطة مصرية في الوقت ده كان بحوالي 46,000 جنيه، وقدر ان هو يستعين بجياكو موتسيبيك عشان يدير البوسطه المصريه. فخلاه هنا في مصر وما خلاهوش يسافر ايطاليا، ودار حوالي 400 فدان عشان يضمن اقامته في مصر. وفعلا ابتدت البوسطه المصريه تشتغل من 1865. بعد كده فضلت الطوابع بتزر انها طوابع مصريه. فجاء الملك فؤاد حب ان هو يدخل اتحاد البريد العالمي المؤتمر بتاعتها، فحب ان هو يعمل متحف. فعشان يعمل متحف فبعت لحسن شراره بيه اللي هو كان مدير عام متحف البريد في الوقت ده، فساله هل في مشكله ان احنا ننقل البوسطه من اسكندريه للقاهره؟ قال له لا ما فيش اي حاجه. فالملك فؤاد ساعتها عمل مقابله مع وزير المواصلات، ولان كانت البوسطه ساعتها بقت تبع اكتر من ديوان. الاول كانت تبع ديوان الاشغال، وبعد كده بقت تبع ديوان الماليه، وجابوا وزير الاتصالات وجابوا وزير الاشغال، واتفقوا معاهم ان هو فعلا هينقلها لهنا للقاهره، لانها القاهره عاصمه مصر. قمنا بالملك فؤاد كان المفروض ان هو هيفتتح البريد هيفتتح المتحف سنه 1934 عشان يقدر يستضيف فيه المؤتمر العاشر بتاع اتحاد البريد العالمي، وعلشان يقدر ان هو يوري مصر للعالم كله مكانتها وتاريخها وسط العالم كله. لكن الحقيقه وفاته المنيه وما قدرش ان هو يفتح سنه 1934. جه ابنه الملك فاروق، وسنه 1934 كده خلاص مش هنقدر نفتح المتحف. سنه 1940 الملك فاروق هو اللي فتح متحف البريد. المراحل المختلفه في الرساله، بعد كده إقاعة القرن 19 وإزاي قدرنا نحول البوسطة الأوروبية لبوسطة مصرية، وإزاي جياكو موتسيبيك قدر إن هو يوصل البريد المصري لمكانة عالية وسط الدول، وبنشوف الأختام الأوروبية اللي كانت مستخدمة في التخليص في ذلك الوقت، بالإضافة كمان للمكتب الخاص بجياكو موتسيبيك، ونشوف تحفة معمارية هو إزاي المكتب بتاعه متصمم من سنة 1865. القاعة الثالثة عبارة عن الطوابع التي تم إصدارها سنة 1866، اللي هي تعتبر بروف، اللي هي أول إصدارات، بالإضافة كمان الأكلاشات أو الزنكات اللي كانت بتستخدم في ذلك الوقت. هنخرج بعد كده لقاعة الطوابع المختلفة، سواء الطوابع التذكارية، سواء الطوابع الأجرة المستحقة، الطوابع المهنية، التعليمية، مختلف الجوية. وبنشوف كمان بنسلط الضوء على ان احنا بنوري اصحاب الهمم يعني ايه طابع، فعن طريق عملنا 3D، طابع 3D بيفهمهم او بيوضح لهم يعني ايه طابع، سواء طابع مشرشر، طابع مش مشرشر، او افرخ تجارب، فاحنا بنديله صوره مبسطه يعني ايه اصدار او يعني ايه طابع، اللي هو بيعبر عن تاريخ الامه نفسها. بعد كده بنروح القاعة اللي هي كانت المفروض ان هي القاعة الرئيسية اللي كان هي المتحف كلها، كانت تحتوي كل مقتنيات ومعروضات المتحف، اتعملت قاعة مواصلات. قاعة
قاعه المواصلات دي احنا بنقول فيها ان بيوريك ازاي البريد المصري ما كانش فيه وسيله مواصلات بيلاقيها الا كان بيستخدمها عشان يقدر يوصل الرساله. احنا دلوقتي القطارات، احنا لغايه النهارده كل قطر طالع بياخد الارساليه بتاعته. طب افرض ان قطر طالع من القاهره لاسكندريه، طب وعايز يرجع تاني في خطاب منه لطنطا، هيفضل رايح جاي وهياخد وقت؟ لا، في كمان نماذج لطريقه فرز المراسلات جوه القطارات علشان كل ما تيجي محطه ينزلوا المراسلات الخاصه بيها، ده علشان يحكم الوقت وتوصل الرساله في اسرع وقت. هنلاقي في القاعه دي كمان الملك فؤاد، التمثال بتاع الملك فؤاد، وبيوريك ازاي ان هو ابنه ما رضيش في الافتتاحيه بتاعت الورق ان هو يسيب الجزء اللي كان المفروض والده فيها يفتح، فعمل واحده باسمه الملك فاروق وواحده ثانيه فاضيه اللي كانت المفروض تبقى باسم الملك فؤاد. هنخرج بعد كده على قاعه مراحل الطباعه، بنشوف ازاي الطابع وهو فكره لغايه لما بيوصل لايد الهاوي. فبيوريك المرحله ازاي ان لما قرر الملك فؤاد ان هو يستغنى عن الطباعه في الشركات الاوروبيه، فقرر ان هو يطبع في مصر نفسها، فكان اول مصلحه كانت هي اللي بتطبع الطابع هي هيئه المساحه، كان ساعتها اسمها مصلحه المساحه. متحف المريد المصري افتتح رسمي في يوليو 2022 من لسيادة الرئيس، ومن ساعتها واحنا بنقدم كل الخدمات ان نخلي الزياره ممتعه لكل فئات الشعب. دلوقتي ورايا هنا هو في لوحه اسمها لوحه الطابع، ودي لوحه مكونه من 13440 طابع، وهو كلهم من نفس الطابع. والطوابع ابتدت في مصر سنة 1866، ومن ساعتها وإحنا عندنا طوابعنا الخاصة. وفي 1880 تقريبا أنتجنا وأصدرنا هذا الطابع اللي هو ليه شكل الهرم وأبو الهول، وقعدنا ننتج نفس الشكل الهرم وأبو الهول على الطوابع لغاية تقريبا في 1900. لما قرروا ان هم يعملوا اللوحه الكبيره دي سنه 1910، قرروا ان هم يجمعوا 13440 طابع من نفس الطابع ويكونوا منها اللوحه اللي ورايا دي على شكل الموزايك. فهو عباره عن بيحطوا طوابع جنب بعض، بس كل الموزايك اللوحه الموزايك دي بتكون نفس شكل الطابع. ودي طبعا حاجه يعني فريده جدا، واحنا نعتقد ان من اجمل الحاجات الموجوده عندنا في متحف البريد. دلوقتي علشان برضو نحكي قصتها، فعندنا حاجه اسمها الاكواد، والاكواد دي بيحكي قصه المقتنى، واحنا بنستخدم التكنولوجيا علشان يخلي الزياره ممتعه لعامه الشعب. دلوقتي امتى ابتدينا ان احنا ندخل ابو الهول والاهرامات كنموذج في الطوابع؟ ده اتعمل في الاصدار الثاني، يعني اول اصدار للطوابع المصريه كان عباره عن 7 طوابع بسيطه جدا وعليها شكل اللي احنا بنسميه ارابيسك، وكان مكتوب عليها تمغاي ومصر وبيش بارا، يعني بعملات احنا ما نعرفهاش في مصر. فالخديوي اسماعيل قرر ان الإصدار الثاني للطوابع المصرية لازم يكون مختلف، ولازم يكون بيعكس تراث مصر وحضارة مصر، وعشان كده من ساعتها وإحنا يعني فكرنا إن إحنا ندخل أبو الهول والأهرامات. دلوقتي علشان كمان نخلي المعلومة واصلة فعلا زي ما أنا بقول لكل فئات الشعب، فلو أنتوا بصيتوا هنا هو هتلاقوا إن إحنا حاطين يافطة معلوماتية، مش بس يافطة بمكتوبة، لكن كمان يافطة مكتوبة بلغة اسمها لغة البرايل، وهو ده لغة المكفوفين، ويجي حد يحط إيده يلمسها ويقدر إن هو يقرأ نفس المعلومة اللي أنا حطاها كتابة. وإن دي طبعا يعني لغة مهمة، وبيجي لنا زيارات من ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم ان هم وبيجوا وبيقروا المعلومات، واحنا بنبقى يعني سعداء ان هم بيتواصلوا معانا وبيتمتعوا بالمتحف. لكن كمان علشان يتمتعوا بالمتحف اكتر، قررنا ان احنا نعمل مجسمات بسيطه جدا، والمجسمات دي يقدروا ان هم يلمسوها ويقدروا ان هم يفهموا. مثلا حاجه من الاسئله اللي هم بيسالوها لنا هي يعني ايه شرشره في الطابع، يعني الطابع يعني ايه مشرشر؟ فاحنا قررنا ان ابسط واسهل ان احنا نخليهم يلمسوها ويتعرفوا عليها.
زمان متحف عبارة عن قاعة واحدة وأوضة صغيرة، كان بيسموها الأوضة السوداء، وكانت فيها دي الطوابع، وكانت القاعة الكبيرة دي بتحكي عن تاريخ هيئة البريد من وقت الفراعنة، وإزاي في الفترات القديمة جدا جدا كان فعلا في تواصل للرسائل، بس كانت أصلا رسائل ملوك، وإزاي إن حصل تطور في طرق التوصيل وعلى مر السنين لغاية لما دخلنا في القرن 19 وبقى عندنا هيئة بريد. فلما ابتدى المبنى ده ينشأ قرروا ان هم يعملوا فيه قاعة واحدة يسموها قاعة المتحف، وكانت متحف فؤاد الأول. ليه فؤاد الأول؟ لأن الملك فؤاد هو اللي اقترح أن يكون فيه متحف للبريد، علشان من خلال المتحف، من خلال القاعة الواحدة دي، يسر تاريخ الهيئة المهمة جدا دي اللي هي أنشأت سنة 1865. لكن سنة 1830 تقريبا الملك فؤاد قال لا، احنا نحب ان احنا نطور المبنى ده شوية ونفتتحه، ونفتتح المتحف لزوار المؤتمر العاشر للبريد العالمي. والمؤتمر ده مؤتمر كان مهم جدا، ده مؤتمر بيعقد كل كام سنة كده هو في بلاد مختلفة، وكان سنة 1934 كان مقرر ان هو يتعمل هنا في القاهرة، وعشان كده الملك فؤاد قال يلا اعملوا المتحف. لكن المتحف اللي سيادة الرئيس افتتحه سنة 2022 متحف مختلف، احنا طورنا المتحف اللي هو عبارة عن قاعة واحدة وأوضة إلى أنه يكون 15 قاعة، كل قاعة تسرد قصة، تحكي قصة للزوار، وبالطريقة دي يطلع الزائر من القاعة فاهم الموضوع ويكمل الجولة بتاعته، وبالطريقة دي يبقى الجولة مفيدة وممتعة. يعني زي ايه مثلا؟ يعني القاعة الأولانية احنا بنحكي على تاريخ الاتصالات في العصور الأولى، زي وقت العصر القديم وقت الملوك الفراعنة، زي حتى وقت السلاطين المماليك والعثمانيين، وبنحكي قصة ازاي الحمام الزاجل لعب دور أساسي في توصيل الرسائل، مش بس الرسائل السرية لكن كمان الرسائل عموما يعني ما بين الملوك وهكذا. وبعدين دخلنا في قاعة تانية، قاعة مثلا القاعة التانية بتحكي على القرن 19، وازاي في القرن 19 كل الدنيا اختلفت وبقى في فكر ان احنا نعمل طابع، وكان اول طابع انشأ في انجلترا، واحنا هنا الشركة اللي كانت ماسكة توزيع الخطابات راحت زارت الخديوي اسماعيل وطلبت منه ان احنا في مصر نصدر طابع، وده كان 1865.